السلام عليكم. نشكر إذاعة أشواق تي في اللي أعطتني فرصة أتواصل مع أخوتي. معكم مونيا من كازا، وحاليا كنا في تركيا. نطلب من كل محسنين ومحسنات نساعدني. قلتي انا مشيت السفاره، ما داروش معي حل. اتصلت بقنصليه نفس الشيء. خوتي انا لي عامين وانا حابسه ادويه، عندي السكر وعندي الضغط، وما أنا صغيرة عادي 44 سنة، وعادي الدري عدو 7 سنين. ضاعت لي هذا العام وضاع لي هذا العام. أنا ما عدناش إقامة، لكن تعطيك إقامة تعالجي وولدك يقرأ، واللي ما عدوش عدو الله كريم. نطلب من سيدنا نصر الله تاج فوق راسنا باش نشوف ولاد بلادو. انا مدمرين في بلدان الناس، والسفارة ما دارتش معنا حل. ليش دايرين هاد السفارات لما ساعدوش ولاد بلادهم؟ ليش؟ انا خوتي وصل معي الانتحار، وصل معي الانتحار. عتقوني الناس، خوتي نفسي دي اندمرت. انا لي عامين وانا كان نجري كنشوف اللي يساعدني. خوتي كنت رجاكم اما وقفوا معايا. انا ما بغى والو، بغى 2 تذاكر باش نرجع لبلادي. وكنشكركم كل واحد اللي عاني يساعدني باش نهبط أرض الوطن. كنشكركم وكنشكر إذاعة أشواق تي في. شكرا لكم. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.